مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير عليكم جميعا. مشوار صباحي جديد يجمعنا، ومجموعة من الخطوات الصباحية نتمناها دائما بطعم الخير والأمل. حكاية صباحية مختلفة نتشاركها، وتشارك قهوة المساء وقهوة الصباح عفوا، وتحايا صباحية دائما لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد. التحية لكم جميعا، صباحكم خير وصباح الخير معتصم. صباح الخير تيسير، وبرضه قهوة الصباح وشغل المساء لما يجي الصباح مشكلة. نعم، صباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بتابعونا، ونتمنى انه حلقة تكون طيبة وجميلة وممتعة. ودائما يا تيسير بنبدأ بمقتطفات. أيوة. نعم. وهو دائما إيقاعات مختلفة للصباح. نعم. وألحان مختلفة للصباح نتمناها دائما خيرا، وهذا لحن الصباح. حينما تتسلل خيوط الضوء الأولى للشمس فهو بمثابة إعلان لميلاد يوم جديد لهذه البقعة الوادعة. فبداية القصة كانت عن مريمتا وغرابة الاسم. سكان المدينة يعتزون بماضي قبائلهم المزدهر، يقدمون أنموذجا حيا ونمطا رفيعا راقيا في أعلى مستويات المواطنة والانتماء. في فترة لا تقل عن عمر السكة الحديد ولدت مدينة هيا في شرقي السودان، على بعد لا يقل عن 200 كيلومتر جنوبي غربي مدينة بورسودان. من جديد نرحب بكم مشاهدي الاعزاء، وزي ما قالت تيسير يعني يمكن عندنا عديد من الفقرات اللي حنتابعها من خلال هذا الصباح. ودائما بنبدا بلحن الصباح، مش كده تيسير؟ صح. نعم. لحن الصباح بالتاكيد بايقاعات صباحيه مختلفه.
وانا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف كتسير للريد الزمان سفى الوليد يا بن وليد كتسير للريد الزمان سفى الوليد يا بن وليد رايتوا الكلام ده بالكلام الكلام ده بالكلام ورمنا من سيرتك نجيب ورمينا حبة لوم عليك قالوا كلام جابوا بكم من جديد وتحية هذا الصباح للفنان العظيم محمد ريح وبنقول له الحمد لله على السلامة وبنتواصل معكم خلال هذا الصباح يسير بعد ما استمتعنا بهذا اللحن الصباحي صحيح وتحايا الصحة والعافية للجميع ودائما هي الصحة حاضرة من خلال الصباح نتحدث عن ارتباط الصباح بالصحة ونتحدث أيضا بأنه يعني صباح الشروق يحمل نبض الأحداث في مختلف المساحات السودانية تنظم كلية الصحة العامة وصحة البيئة بجامعة غرب كردفان الملتقى العلمي الأول لكليات الصحة العامة وصحة البيئة وهذا في 28 من هذا الشهر السبت المقبل للحديث حول هذا الملتقى فعالياته المختلفة والمشاركين ومختلف الأوراق سعداء أن يكون معنا دكتور آدم موسى آدم عميد كلية الصحة العامة وصحة البيئة بجامعة غرب كردفان مرحب بك وصباحك خير مرحب بكم أول حاجة باسم الحرف ما دام الحرف من الكلمة باسم الكلمة ما دامت الكلمة من الجملة وباسم الجملة ما دامت الجملة من الكتاب وباسم الكتاب ما دام الكتاب من العلم وباسم العلم ما دام العلم من العليم وباسم العليم ما دام العليم هو الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا حقا سعيد جدا أكون معكم في هذه اللحظة الطيبة في قناة الشروق هنا أستاذ مصعب معتصم وأستاذ تيسير مرحبا بكم وأنا شاكر جدا على هذه الفرصة الطيبة جدا إن شاء الله وأنا سعيد أتحدث في الملتقى الأول لجامعة غرب كردفان كلية الصحة العامة وصحة البيئة في السودان أهلا مرحبا بك سعداء إنك تكون معنا وبداية نتكلم عن هذا الملتقى يعني ليه هذا الملتقى والجامعات اللي مشاركة طيب أنا قبل ما أتكلم عن الملتقى أتكلم عن جامعة غرب كردفان اللي هو الجامعة اللي بتحتضن الملتقى وهي اللي هو تعتبر حاجة واحدة من الجامعات العريقة جدا في السودان رغم أنها هي يعني لم تتجاوز 20 عام ولكن لها وضعيتها الخاصة الآن في السودان جامعة غرب كردفان أنشأت في عام 1998 بقرار من رئيس الجمهورية وبدت بعدة كليات وفي الأخير انفصلت أصبحت منها جامعة السلام
الآن جامعة غرب كردفان رئاستها في مدينة النهود، وجامعة السلام في رئاسة في مدينة الفولة رئاسة الجامعة. جامعة غرب كردفان الآن تحتضن فيها يفوق 15 كلية، هي كليات على رأسهم كلية الصحة العامة، صحة البيئة، كلية الطب، كلية التمريض العالي والقبالة، كلية المختبرات الطبية، كلية العلوم الإسلامية واللغة العربية، وكلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وكلية الإعلام، وكلية الإنتاج الحيواني في مدينة الخوي، وكلية الطب البيطري في مدينة غبيش، وكلية الشريعة والقانون في مدينة بزود، وأخيرا كلية العلوم البصريات في جامعة غرب كردفان في مدينة النهود. ما شاء الله، هذه هي كليات الجامعة. أما إذا تحدثنا عن كلية الصحة العامة وصحة البيئة في جامعة غرب كردفان، هي حقيقة كلية وليدة حديثة، وانشأت في العام 2015. وحقيقة هذه الكلية تعتبر من أهم الكليات في ولاية غرب كردفان بل السودان القاطبة. الأهمية نفسها يعني بتأتي من أهمية الصحة زي ما ذكرنا. ويعني كان الحديث عن الآن الملتقى، وأخذت شعار إنه هي الصحة ركيزة أساسية للتنمية. وإحنا بنتكلم عن ارتباط الصحة يعني بالإنسان في مختلف دروب التنمية. خلينا نتكلم عن انتهاجكم لهذا الشعار وأهمية الملتقى. طيب، إحنا إذا رجعنا للصحة باختصار كتعريف، هي حالة من الكمال الجسمي والنفسي والعقلي والاجتماعي والروحي. إحنا كنا الصحة بنقول الصحة هي الحياة، وبنقول يعني لو في إمكانية في كل بيت يكون في خريطة صحة عامة. إحنا بدراسة الصحة العامة بنكمن إنه يكون ما حيكون عندنا مشكلة في الاقتصاد، ما حيكون عندنا مشكلة بتاع العلاج، ما حيكون حيكون عندنا تنمية، وحيكون عندنا رفاهية، لأنه الإنسان هو صحيا بيمارس كل السلوك الصحي القويم، فبالتالي بيضمن إنه إحنا عندنا إنسان معافى ومنتج، وإنسان يكون هو متعايش في رفاهية عالية جدا من خلال اللي هو كليات الصحة العامة إن شاء الله. طيب، شوية نتكلم عن الملتقى. طيب، الملتقى العلمي الأول لكلية الصحة العامة وبالجامعة السودانية. حقيقة كلية الصحة العامة رغم إنها هي كلية حديثة وليدة، ولكن لازم تضيف حاجة في مجال اللي هو في لكلية الصحة العامة. فجاءت الفكرة في إنه إحنا ننظم ملتقى علمي نسموه بالملتقى العلمي الأول لكليات الصحة العامة في الجامعة السودانية. الملتقى دي بيهدف لمجموعة من الأهداف. أولاً تعريف كليات الصحة العامة مع بعضها البعض، لتسهيل عملية تبادل الخبرات بين أعضائها التدريس وتبادل الطلاب أيضاً. وواحدة من الحاجات أيضاً إحنا نسعى في إنه نوحد ونطور المناهج بتاعت الصحة العامة للجامعات السودانية، بحيث تكون هي مواكبة ومواءمة للتطورات والطفرات الحاصلة عالمياً. وجزء أخير هو بتمثل في إنه كيفية أو بحث اللي هو البحث العلمي، يعني إجراء عمليات البحث العلمي أو تنفيذ البحث العلمي بين كليات الصحة العامة المشتركة. ليش الكلام ده؟ لأنه إحنا حقيقة في الفترات السابقة أو الآن الوزارة انتهجت، وزارة التعليم العالي أقصدنا، وزارة التعليم العالي انتهجت منهج تمويل المشاريع البحثية. فبالتالي المشاريع البحثية أنا أفتكر إذا هي أصبحت من كليات، فبالتالي هي بتضيف وبتكون مخرجات لهذه البحوث بتكون أكثر دقة. وإحنا حقيقة لا نتطور ولا نلتحق بالركب اللي هو في مصافي الدول المتقدمة إلا عبر البحث العلمي. صحيح، ويمكن كل الأعمال في إطار الصحة ومختلف الطرق للتنمية نحن نتكلم عنها هي قائمة على البحث العلمي. فإذا نحن تكلمنا في هذا الجانب عن الملتقى، هو أيضا تبادل للتجارب والأبحاث المختلفة. خلينا برضو نتحدث عن اعتبار أن الأوراق أيضا هي شكل لأبحاث مختلفة. نعم، حقيقة إحنا في يعني في أهداف هي تانية ممكن تكون خاصة بالملتقى. إحنا نجمع بين الأكاديميين والمهنيين والتنفيذيين. من هم الأكاديميين؟ هم اللي هو أساتذة الجامعات بدرجاتهم المختلفة، بالإضافة للمهنيين اللي هو من خريجي الصحة العامة اللي لهم خبرات سواء كان في الإدارات المتخصصة أو في الإدارات التنفيذية أو التشريعية حتى. فلذلك حيكون في مجموعة من الأوراق العلمية ستقدم. هذه الأوراق سيقدمها نخبة من العلماء وأساطين الصحة العامة في السودان.
على راس هؤلاء اللي هو الدكتوره طيبيه بزر السوكاي وزيره الصحه وزيره عفوا وزيره التعاون وزيره الدوله بوزاره الكهرباء والموارد المائيه، بحكم انها هي كانت هي وزيره للصحه العامه وزيره الصحه الاتحاديه في العام 2005 و2010. حنستفيد من خبرتها، هي حتحكي عن تتحدث في ورقه علميه بعنوان الصحه او الوضع الصحي في السودان 2005 2010، بحكم انها كانت هي مرحله مفصليه مفصليه في الفتره بتاعه السودان، كان مر بمرحله مفصليه في العام 2005 2010. نعم. الملتقى اليوم واحد. نعم. اعتقد يعني يمكن هل كل الاوراق، وانتم الان يعني مشاركه اكاديميين ومهنيين، هل بتفتكر اليوم واحد كافي لانه كل هذه الاوراق تقدم وتناقش؟ والله احنا بنعتقد انه ان شاء الله اليوم هو كافي حقيقه، لانه الاوراق هي حتتحدث ما ارقام ما كبيره هي حقيقه، وبتشرح وحنستفيد من خبراتهم باذن الله تعالى. من ضمن هذه الاوراق ايضا ستقدم اوراق من مجموعه من الشباب، منهم اخوتنا الدكتور سميه وكد وزيره الدوله بوزاره التعاون الدولي، وكانت هي وزير صحه وزير الدوله بوزاره الصحه الاتحاديه، وحيكون في مجموعة من الشباب هنا دكتور آدم عبد الله مطر عميد سابق لكلية الصحة العامة جامعة التزعيم الأسري، هنا الدكتور الغزافي حاج بشير وأمين الشؤون العلمية في جامعة الضعين والآن هو خبير للصحة العامة، وحيكون من نصيب كلية الصحة العامة جامعة غرب كردفان الصحة والبيئة الماضي الحاضر والمستقبل، هيقدمها اخونا ان شاء الله الدكتور ادم موسى، هو عميد للكليه ان شاء الله. صحيح. بالاضافه اللي فيه هنالك اوراق ايضا ستقدم عن القوانين والتشريعات الصحيه، بحكم انه القوانين والتشريعات الصحيه نحن محتاجين فعلا لقرارات تكون حاسمه فيما يخص المخالفات الصحيه اللي تفعيل القوانين عموما. نعم. صحيح. ويمكن الحديث ذاته في الحديث عن التجارب المختلفة، الحديث عن الأوراق المقدمة، هو أيضا يتحدث في جانب لمواجهة التحديات في إطار الصحة. إذا كانت إذا تكلمت عن تجربة سابقة في إدارة الكوارث أو غيرها من المشكلات اللي ممكن تواجه البيئة أو صحة البيئة بشكل خاص اللي أصبح كل العالم بيتكلم عنها، فخلينا برضو نتكلم عن إنه ما تقدمه هذه الأوراق من حلول لمختلفة التحديات اللي ممكن تكون موجودة. طيب، واحدة من الأوراق نحن حقيقة استهدفنا اللي هو المهددات البيئية للصحة العامة للنظام الصحي في السودان، حقدمها هنا دكتور إسماعيل أحمد الكامش بحكم أنه هو مدير إدارة صحة البيئة ويوميا يتلقى التقارير الدورية، فبالتالي احنا من خلال عكسه وطرحه لنا بالنسبة للأوراق العلمية دي احنا كأكاديميين وأخواننا المهنيين إن شاء الله حنسعى وحتتضافر الجهود في لحلول مشاكل الصحة العامة بإذن الله تعالى، بالإضافة للاستراتيجيات الحديثة لتحسين الوضع الصحي في السودان من خلال هذا الملتقى. صحة البيئة بشكل نعم خاص. الصحة العامة وصحة البيئة. نحن إذا تحدثنا عن الصحة العامة بنقصد في داخلها الصحة العامة وصحة البيئة. نعم. طيب إذا تحدثنا عن هذه الكلية وزي ما قالت زميلة يسير إنه من الكليات المهمة، وصحة البيئة بتلعب دور كبير ورئيسي وأساسي، يعني صحة البيئة ممتازة أكيد الصحة العام ممتازة أكيد ما في عطال، الناس كلها متحركة، الناحية اقتصادية جيدة، الناس بتعمل. أنا عايز أتكلم عن هل يعني الملتقى في هذا اليوم الواحد، أنت تكلمت عن تجارب وتلاقح بين الجامعات، الجامعة كردفان مسافة 200 كيلومتر يمكن من النهود. نعم. أنا دا أعرف مستوى التعاون والتلاقح بينكم وبين جامعة كردفان. طيب، نحن حقيقة جامعة كردفان هي تعتبر الأم الرؤومة لجامعات كردفان الكبرى، لأن هي أول جامعة لكردفان في كردفان هي جامعة كردفان، ومنها جامعة الدلنج وغرب كردفان و السلام وأخيرا جامعة شرق كردفان، فعلاقتنا حقيقة علاقة طيبة جدا مع جامعة كردفان، وأنا حقيقة من حسن الصدف أنا من أبناء مدينة الأبيض. أنا آدم موسى آدم من مدينة الأبيض، من مواليد حي الرحمة شريك، درست العمدة عبد العزيز الأساسية منها الأبيض الثانوية، ومن ثم لجامعة الجزيرة. نعم. البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضا في جامعة الجزيرة. جامعة الجزيرة. نعم. وأنت من الأبيض، نحن بنحب والله يعني ربطة بين بين الأبيض والنهود غرب كردفان وشمال كردفان. نعم. 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 بنحييك وبنحيي كل أهلنا في كردفان الغرة اليوم من خلال صباح الشروق، وكان حديث عن الملتقى العلمي الأول لكليات الصحة بكلية الصحة العامة
وصحة البيئة جامعة غرب كردفان، والملتقى في 28 من هذا الشهر السبت المقبل بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور آدم موسى آدم، وسعدنا بك كثير، ونتمنى أنه نلتقي بك في مرات قادمات بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أنا حقيقة شاكر لكم، ولكن قبل ما أخلص أو أختم آخر كلمة، أنا حقيقة مشكور كل الشباب القائمين على أمر الملتقى، على رأسهم سعادة البروفيسور علي أحمد حساب مدير جامعة غرب كردفان، والأخ الوكيل الدكتور سيد علي فضل مولى، وكل العقد الفريد في جامعة غرب كردفان، عمداء الكليات، أسرة جامعة غرب كردفان، وكل الشباب المتحمسين لهذه الأفكار إن شاء الله. وعلى فكرة إن شاء الله حيكون حضورا في هذا الملتقى مجموعة من المنظمات، على رأس منظمة الصحة العالمية ومعتمدية اللاجئين والممثل السامي لشؤون اللاجئين، والمجلس الوطني إن شاء الله حيكون حضورا في هذه الحاجات. ولكن إحنا إذا في رسالة حنبعثها للناس بتتعلق بالبحث العلمي، نعم. فالبحث العلمي واحدة من الحاجات الأساسية، والسودان ما حيخرج بر الأمان إلا البحث العلمي، نعم. ودي فرصة طيبة بنقول للناس إحنا يعني في المشاريع البحثية، الواحد فاز بمشروع بحثي بيتحدث عن تصنيف ناقل مرض الملاريا في شمال كردفان وولاية سنار في الفترات السابقة حقيقة، وكانت هي كانت لحظات جميلة قضيناها. ويمكن يعني احنا دائما نتكلم عن البحث العلمي بأهميته، ونتمنى انه كل الأوراق والأبحاث العلمية بتجد طريقة للواقع وللوجود واقعا. احنا بنحييك دكتور آدم موسى آدم، عميد كلية الصحة العامة وصحة البيئة، تحية لكل مشاهدي صباح الشروق، ودائما هذه الشرفات الصباحية مطلة على مداخل مختلفة ونفاجات مفتوحة على كل مساحاتنا السودانية، وهذا النفاج الصباحي على الدلنج. من البوابة الشمالية ندخل لمدينة الدلنج عروس الجبال كما تسمى عند أهلها، وهي إحدى أكبر مدن ولاية جنوب كردفان. الطريق المتعرج يتيح فرصة لمطالعة وجه المدينة الرائع من زوايا متعددة. يطل من واجهة المدينة جبل بيل الكبير الذي يبدو كتاج يزين قوام المدينة، وقد أصبح رمزية لزعامة أمارة الأجنغ. ولكن حتى وقت قريب كانت تكتب على صفحته الشرقية ذكرى أعياد معهد التربية بالدلنج الذي تأسس في العام 1948، وأصبح فيما بعد نواة لكلية التربية بجامعة كردفان ثم جامعة الدلنج حالياً. سمي الجبل بجبل عيدنا نسبة لعيد معهد الدلنج، ويمكن أن يشاهد من على بعد 30 كيلومتر. تتمتع المدينة بطبيعة ساحرة تسورها الجبال من جهتي الشمال والغرب، ويحفها خرب حبل من الجنوب والشرق والذي يبدو في قمة صبا. تتناثر على ضفتيه أشجار المهوغني والبان وتشكيلات من الشجيرات المزهرة. تعد مدينة الدلنج مثالا للحياة الاجتماعية المتماسكة، فيها من الوشائج والروابط التي تجمع بين سكانها الكثير، يعيشون في تعاون وإخاء ومحبة. قبائل عديدة تسكن المدينة تشكل خليطا من الأجناس الأجنغ والنيمنغ والحوازمة وقبائل غرب وشمال السودان، يتوزعون على أحياء المدينة أجوز والنصر وقعر الحجر والملكية وحي السوق والمطار والحلة الجديدة والرديف والمعاصر وحلة الدلنج، وهي القبيلة التي سميت المدينة باسمها. إذن هي رقصة الكيرانغ، تشتهر بها قبائل المنطقة بصفة عامة، ولا تختلف كثيرا من قبيلة لأخرى، وهي القاسم المشترك في كل الاحتفالات عند القبائل بالمنطقة.
سكان المدينة يعتزون بماضي قبائلهم المزدهر، يقدمون أنموذجا حيا ونمطا رفيعا راقيا في أعلى مستويات المواطنة والانتماء لمدينة ما تزال ثرية غنية بتنوعها الثقافي. فالتعليم دخل المنطقة في بداية القرن التاسع عشر، ومنها انتشر للمناطق الأخرى، والمدينة لم تتأثر كثيرا بكل ما حدث ويحدث في جنوب كردفان، وظلت محافظة على تماسكها وأمنها، وظل تاج السلام والوحدة عاليا على هامتها، وروح المحبة ديدنا لأهلها، وهي تلوح بأغصان السلام في ترحاب لكل الوافدين إليها، وليس أدل على ذلك من قصيدة شاعرها حامد جاجا: تعبرنا المسافات وأنت في قشيب ثوبك ترفلين، صباك الأزلي وحسنك الأبدي ألقا على مر السنين، التحايا لك يا مدينة محفورة في القلب في الوجدان في العمق الدفين، سرا أقول حين يجهدني الوفا ويحرقني لهيب الاغتراب، أنا ذلك العاشق المملوء عشقا وتفاني. أرحب بكم جديد مشاهدي الأعزاء، وبنشكر زميل عبد اللطيف عبد الله من جنوب كردفان. وجنوب كردفان واحدة من الولايات الجميلة تيسير، يعني أنا حقيقة أتمنى أزورها، لكن شاهدتها كثير من خلال الصورة من خلال الصوت، جميلة جدا. صحيح، عندنا كثير من المساحات السياحية والجميلة في السودان. نعم. يعني بس نحن بنضوي عليها أكثر. نعم، بنعمل عليها سبوت، والناس يعني صراحة يعني حتحبها كثير. حنمشي لواحدة من الفقرات اللي حقيقة الناس بتحبها كثير وبتنتظرها دائما، مع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الماجد عبد القادر. وفي هذا الصباح يعني حنتحدث عن موضوع يمكن كثيرين يشوفوه يعني ما عنده أهمية، يعني خاصة إنه يعني لو تكلمنا يعني حتى في البيت عندكم حبة ملح، عندنا حبة ملح، وده راكب ملح، وده داري ملح، يعني كلام كثير يصير عن الملح، والملح الناس بتفتكره حاجة بسيطة. صح. وسهلة، وإنه الناس وما عنده جدوى اقتصادية، لكن إحنا دائما يعني حتى التعابير اللي بنسمعها ملح الحياة. نعم. كده فبتديك إحساس إنه الملح حاجة أساسية. نعم. وبالتأكيد الملح حاجة أساسية. نعم. فاليوم عايزين نتحدث في الجانب ده في الاقتصاديات مع دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الاقتصادي. مرحبا بك وصباحك خير. عليكم السلام وأهلا وسهلا، ودي مواصلة طبعا لما بديناه عن الثلاثة البيض اللي هم السكر والدقيق والملح. نعم. انت ما حضرتي معنا يا تيسير. أيوة. الدقيق والملح. انا عشان كده جايبه الابيضين. انا وايمان والليله الملح ان شاء الله. نعم. نحيي ايمان الليله، هي ما موجوده الحياه بالتاكيد. نعم. ونحن كلامنا عن الملح يعني زي ما ذكر معتصم، يمكن في ظل المشكلات الاقتصاديه للسلع الموجوده وغيرها، لما نيجي نتكلم عن الملح ناس كثيرين يفتكروا انه الملح يعني حاجه ما مهمه. نعم. طيب خلينا نبدأ في الأدب الروسي. معروف قصة الملك الروسي اللي عنده ثلاثة بنات، واحدة فيهم اسمها أروشكا، وجاب بنات الثلاثة ديل وكل واحدة سألها بتحبيني قدر شنو. واحدة قالت والله أنا بحبك زي ما بحب الذهب والجواهر، اتبسط منها. الثانية قالت والله أنا بحبك زي ما بحب الفواكه والحاجات الحلوة، الخضروات والحاجات الحلوة كلها، اتبسط منها جدا. جات الثالثة قالت أروشكا دي قالت له أنا بحبك زي ما بحب الملح. فزعل منها جدا وطردها. فمشت حايمة في المناطق بتاعت الجليد بتاعتهم دي، لمت فيها الجنية بتاعت الجليد، اسمها جنية الجليد يعني، وكانوا بيحبوها جدا الحيوانات والإناء حسب الرواية يعني.
فقالت لي انا حاثبت لاهلك ديلا ولابوك ده انه الملح هو اهم حاجه. فبطريقه بتاعت سحريه جدا اخفت كل الملح الموجود في المملكه وفضلت قاعده مع اروشكا دي في الخلا. الناس طبعا بيقوا يعملوا اكل بدون ملح، مش عارف ملاح بدون ملح، يعني قصتهم خستكت. ابتدوا يفتشوا، بعد شويه ابتدوا يعرضوا اموال، والملك عرض كل الجواهر الموجوده في البلد مقابل شوالين بتاعت ملح وما قاموا ما لقوا. عرض ثاني كل الفواكه قام اقتنع بانه والله بنته دي هي كانت صحيحه وانه الملح. على كل حال دي في الادب الروسي بيسموها قصه اروشكا والملح او ملح اروشكا. ارتبط في السودان وفي اسهاننا الملح بانه ماده رخيصه وماده متاحه. يمكن لانه نحن ربنا اتاح لنا. بالمناسبه الفهم بتاع الملح ما عند البلدان المكفوله، مثلا زي جيراننا في تشاد فهم الملح مهم جدا. حتى في جنوب السودان ده هسي كل البلدان اي كلوز لاندز المكفوله الملح عندهم حاجه مهمه جدا وفهم ما زي عندنا. نحن لانه ربنا ادانا يعني حكايه بتاعت قريبه 800 كيلو من على السواحل بتاعت البحر الاحمر. اشتهرت مدينه سواكن بانه هي منذ الاف السنوات منتجه، يعني طبعا يقال انه هي اصلا اسمها سواجن. وسواجن دي سيدنا سليمان كان سجن فيها الجن. وهم كانوا بيشتغلوا في الملح ده بيشيلوه من هنا وبيودوه سواحل البحر الاحمر في الجزء الخاص بيننا ده. يعني نوعية الملح ذاتها ممتازة جدا وتكاد تكون صافية. فخلينا نقول انه والله السودان بيمتاز بمساحات طويلة جدا من السواحل، بيمتاز بتوفر ملح بتركيز جيد وممتاز وسهل الاستخراج. فقط الناس بيطلعوا المويه بعدين بينشفوها بعدين بيطلعوا الملح، يعني ما مكلف اقتصاديا تماما، يعني فيما عدا بعض المعالجات اللي جات لاحقا اللي هي الايودين اضافه اليود للملح. نعم. طيب اذا تكلمنا عن الجدوى الاقتصاديه للملح، يعني نحن الان هل مستفيدين من الملح؟ انا بفتكر انه نحن ما مستفيدين منه زيه زي اي يعني زي الهبات الربانيه ربنا ادانا لها وزي ما يعني الموارد المختلفه. انا معني بالصمغ العربي مثلا. نعم. ما مستفيدين منه الاستفاده الكامله ومقصرين جدا. وحتى مره انا طالبت بانه يكون في وزاره لحزام الصمغ العربي. نعم. والى اخره. فحقه كان يكون في اهتمام بالملح بحيث انه الناس تعمل له زي اذا ما قلنا وزاره تعمل له اداره او ديسك مقعد معني به عشان احتياجات البلد بالاضافه الى تصدير احتياجات دول الجوار المكفوله. نعم. تشاد دولة مكفولة، افريقيا الوسطى دولة مكفولة، ما تعرف جيراننا دي كله لحد ما تصل المحيط الثاني. نعم. وبيضطروا بالمناسبة يفتشوا عن الملح من بيحفروا له تعدين زي ما بنعدين للداب هم بيعدينه للملح يفتشوا للملح. على حسب ناس الصحة العالمية الاحتياج الإنسان من الملح ما بين 7.5 إلى 15 جرام. ده في كم جرام في اليوم؟ في اليوم انت محتاج لك ل 15 جرام. اذا نزلت من 5.5 بتقوم تجيك الامراض بتاعت الغده وما بعد الغده. نعم. الدرقيه ومسائل كثيره. واذا زدت واذا كمان زدت الضغط والايه والمش عارف والحاجات الثانيه. الملح زي ما هو نافع هو برضه ضار، السكر زي ما نافع برضه ضار. هي بتحتاج يعني وزنات كده، لكن يعني حتى في كلامك عن الغدة الدرقية نحن دائما بنتكلم عن الملح السوداني او المستخرج من البحر في انه هو نسبة اليود فيه بسيطة. او هو كثير من الناس بيقولوا انه لازم يكون في الملح المستخدم اضافة للايودين او ملح مؤيد يعني او فيه يود. ميودا. ميودا. انا بالمناسبة عجباني جدا. ميودا. 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 هسه افتتحت افتكر عندنا 4 مصانع
وهو الحقيقه حصل احتياج من الدول اللي بتستورد مننا بالذات اثيوبيا انه والله نحن لازم نعمل ايودين والى اخره. فالان بيضاف وفي معالجات والملح اللي بيستعملوه الناس ملح امن وفيه الايودين. هل الايودين ده اللي بيقاوم حكايه الغده الدرقيه والمسائل الزين. خلينا نقول انه نحن استهلاكنا في السودان ما بيقل عن ما بين 400 الى 500 طن في اليوم. في اليوم الواحد. اليوم الواحد. ده للبني ادمين الناس انا وانت والمواطنين. الاعتبار انه نحن 30 مليون وكل زول يقول اديه مثلا حكايه بتاعت 10 الى 15 جرام معناتها نحن حكايه بتاع 450 مليون جرام وهكذا. معناتها نحن في العام استهلاكنا المحلي بيكون في حدود ال 150 الف طن الى 200 الف طن. قيس دول الجوار محتاجه لنفس الكميه. اذا نحن علينا ننتج ما لا يقل عن مليون طن في السنه من الملح ماده الملح الميودن يا تركي. وعشان 150 الف طن نستهلكها محلي ونصدر منها حكايه بتاعه 800 الى 850 الى دول الجوار. دوله الجنوب محتاجه لملح كثير جدا. باي ذا واي الانتاج الحيواني برضه محتاج لملح كثير جدا. هذا نحن برضه ما مدخلينه في القياسات دي ومعظم بهايمنا يعني تلقاها بتلحس الحيطه. نعم بتلحس الحيط بالمناسبه لا مؤاخذه لانه ملح. بيتفتش للملح. نعم. ففي ملح اسمه ملح اللحوس اللي هو ده برضه بيصنع بطريقه خاصه بيضاف فيه كثير من المعادن والاضافات اللي بتصلح اللحمه بتاعت الحيوانات. نعم. النباتات برضه بالمناسبه بشكل او باخر بتحتاج لدرجات من الملوحه، قد لا تكون صوديوم كلورايد لكن ممكن تكون كربونات وبيكربونات مش عارف والى اخره. على كل حال نحن عندنا معدن انا بفتكره شخصيا يعني اهم من الذهب واهم من الهيصه اللي احنا عاملينها دي، كان ممكن نركز عليه وكان ممكن نعمل منه شغل كثير. نعم. طيب يا دكتور، هل نحن يعني تقليلنا من قيمه الملح لو اثر؟ يعني احنا الان يعني حتى الزول لو ماشي يقول لك ده عايز يركب ملح، يعني بيفتكر الملح دي حاجه هينه سهله. ما هي قبل احنا قبل الحلقه تكلمنا عن انه والله ربنا سبحانه وتعالى نعم الحاجات المهمه جدا بيقوم يعني يخليها موجوده بكسر. نعم. وما حصل في يوم من الايام الناس يتكلموا ولا ينتهينا عن اقتصاديات الهواء مثلا. ما حصل اقتصاديات الاكسجين إطلاقاً. اللي هو انا بتنفس كم مثلا كيلو جرام في اليوم من الاكسجين وتمنى كم ولو لمده نص دقيقه فقدتها بتموت. ويتخيلي الاكسجين ده لو كان بيصرفوه لنا كان مشكله. صح. بتجي بعده المويه. حتى بعدك بيجوا بعده الغذاء. تجي ربنا سبحانه وتعالى استأثر بالمسائل الكثيرة وفكها علينا اللي هو الضوء، الشمس، الهواء. بعدها في الأكل طوال قام فكا علينا الملح في الأول حتى بعده الذرة والإلى. نعم. ده خلى الناس يعني دائما يقولوا يتكلموا عن إنه والله يغيب الملح وما تغيب أنت. نعم. ما بعرف شنو بتاع يعني حاجة مهمة جدا لكنها موجودة بكثرة. نعم. لسوء الحظ نحن استعمالنا للحاجات سيء. يعني مثلا ملاحتنا بتلقاها ملاحه كبيره. صح. بنخمج الهناء ونكب الليمون في نبوظ كثير من الـ من الـ من الـ الملح والشطه مع بعض يكب فوق الهناء الليمون. اذا نحن معناتها تقريبا نص انتاجنا من الملح قاعدين نبوظه. نعم. نص ولا ربع انتاجنا من السكر برضه بنضيعه. ما بين السكر المكبوف في المعلقه واللي تدفق في الواطه واللي تدفق في الصينيه واللي خليناه في اخر الكوبايه راحت كده 100 لسانه عشان يلحق حقيقي يعني ما انت يعني ما مساله زول واحد انت لو جمعتها لكن 30 مليون نفر. نعم. وكل زول فيه وقيه يعني قولي مثلا 50 جرام بتاع سكر. نعم. في اخر الكوبايه او ايش. بالمناسبه المعلقه فيها 25 جرام المعلقه الواحده. آه. صح. فمعلقتين معناتها 50 جرام. يلا 50 جرام في قول 20 مليون مواطن. حاجه نتكلم عن 100 مليون من اللي
حكايه بتاعت 10,000 طن شوالات او وهكذا. ونحن يعني بنتكلم عن الاقتصاديات دي، بنتكلم عن اداره الموارد دي المختلفه. يعني ذكرت السكر، نحن الليله بنتكلم عن الملح، فخلينا برضه نتكلم في جانب توعوي اكثر للاداره الرشيده بالنسبه للملح، بالنسبه للمواطن نفسه، او الحاجات الرسميه اللي ممكن تكون هي اداره اقتصاديات للملح. خلينا خاطب اخونا الدكتور موسى كرامه. نعم. وزير الصناعه، وده المعني الحقيقه، ومعاه ناس الصحه معنيين بالملح لينا هنا ولدول الجوار من السودان، عليهم يزيدوا عدد المصانع، عليهم ينظموا هذه التجاره، عليهم يشوفوا لنا كمان برضو وسائل ثانيه لاستخراج الملح اسرع واضمن وافضل. مثلا لو كان في موقع للمويه وبيسموها شنيه تنقيه مويه البحر، وزي ما في السعوديه بالمناسبه تحليه المياه، تحليه المياه زي ما في السعوديه مثلا. تحليه المياه ممكن يتربط بها طوال شغل بتاع صناعه ملح، لانه انت بتنقيها من الملح الموجود فيها. تطوير برضه صناعتنا الموجوده الحاليه، لانه معظم صناعتنا تحت الملح في بور السودان تقليديه بيقوموا بها ناس السجون، وفي بعض الشركات دخلت حديثا دي قد تكفي لتلت او 30% من احتياج السودان. لكن احنا محتاجين بالتطوير نغطي احتياجنا، وكمان نغطي ونجيب دولارات كثيره جدا بالمناسبه، ندخل قروش كثيره. يا دكتور، احتمال، انا ما اعرف لكن انت خبير اقتصادي ادرى واعلم مننا بالنقطه دي، احتمال انتاج الملح مكلف مثلا، يعني الشخص بيشوف يعني من خلال كلامك يعني يفترض الناس تستفيد منه، يعني ليه نحن ما قادرين نستفيد؟ والله ما بعرف ليه، انت عارف والله جد في بعض مرات كده حاجات ما تقدر تلقى لها سبب يعني. نعم، مطلوب منا انت تجيب طرمبه، وبعدين تجيب بالطرمبه دي تشخط مويه، بعدين تعمل احواض ترسيب، بعدين تكب فيها المويه دي، تنتظرها ما بين 3 شهور الى 4-5 شهور تجف، بعدين المويه دي بتقوم الشمس عندنا ما عندنا يلا مشكله تلم هنا انت كله حوض تعمله كده بيعمل لك ما بين 70 الى 90 طن الحوض الواحد. هاي الحوض الواحد، نعم، وما كبير طبعا، كمية فعلى العموم يبدو لي عدم الدراية، عدم الاهتمام بالموضوع، ما لانه نحن في 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 همنا وفي اسهالنا انه الملح ما مهم. الملح ساي يعني يلا تاريخيا بالمناسبة الملح عنده أهمية، شتت سيدنا نوح بالمناسبة في السفينة، وسي يعني حتى من ناحية روحية يقال انه لو شتت ملح جوا بيتكم بيمنع الشواطئ، بيمنع ما بعرف شنو، بيمنع الحشرات، بيقولوا امتص الطاقة السالبة، عنده فوائد كثيرة جدا، بيمنع النمل، بيمنع كذا. الناس لما يتزوجوا جديد بالمناسبة في كثير من دول العالم بيشتتوا فوقهم الملح تيمنا بهذه المادة، فكأنه في الهيستوري او في التاريخ بتاع البني ادمين الملح سلعه ذات اهميه خاصه، ودي باغت الجلود وفي كثير، لا طبعا قلت لك الانتاج الحيواني بانواعه، الصناعات بانواعها ايا كان نوعها، اللي هي دي باغت الجلود، المنسوجات برضه، صناعه الاغذيه، صناعه الادويه، كلها محتاجه لل محتاجين لكميه كبيره جدا منه، لكن لانه موجود في يدينا، لانه ملح. احنا لو كنا دوله مقفوله كان يا دوبك بنعرف نستورد وكيف ونعرف اهميته. صح. ويعني حتى في التعامل الخاص مع الملح في البيوت احنا بنحتاج للجانب الارشادي، فخلينا برضه نتكلم عن جانب التوعيه، ده هو بيحتاج شنو مننا؟ نعم. يعني الأوعية الممكن تكون هي طرق للتوعية. طيب، على الرغم من أنه الملح يا أخواننا موجود وكثير وبتاع، لكن لابد أنه نتعامل معه كمادة ثمينة جدا. اثنين، لابد أن بنوكنا توجد فرصة للتمويل وللأفراد. أنا يبدو لي بدل ما قلنا بدي الناس ركشة وهايس وما بعرف، وأمور الكلام الفارغ ده، كان ممكن أوجه الناس
نحو ال 700 كيلو قلت عليكم وارصهم كده وكل زول اديه ملاحه او اركز على منطقه مثلا بورسودان اسمها الملاحه لا اقصد هاي نحن هنا الملاحه بتاعتنا الصغيره دي زي ما قلت هي ذات الناس بتشوفها صغيره صغيره برضه عامله مشاكل بالضبط فانيوي في فرص كثيره لتطوير هذه السلعه حق وكان الجهات المعنيه تقوم بها لكن يا دكتور هسه انا شايف يعني الملح زي ما انت بتقول الميودن الكلمه اللي عاجباك في ملح بيجي من برا يعني تعبيته جميله وشكله جميل ما زي حقنا اطلاقا والله طبعا شيء طبيعي ان احنا عندك حكايه بتاع 5 مليون سوداني موجودين ببر بيجيبوه بشكل او باخر من ناحيه تجاريه ما في ما يمنعك من انه انت يعني استيراد الملح ما انت برضه هسه في سكر بيجيك من برا صح في زيت بيجيك من برا على الرغم من انه بتنتج محلي طيب عشان توقف الحكايه دي يبقى لازم تعمل للناس صناعات بتشبه الحاجه الجايه من برا يعني التعبئه بتاعتها جميله وهي دائما احنا لما نيجي نتكلم عن الادارات الاقتصاديه لمختلف المعالجات بيبقى الكلام دائما عن حديث الانتاج ده لكن هسه الليله لو قلت لزول فكره انه انتج ملح فبتكون هي لانه الصوره الذهنيه اللي عندنا فيها مشكله فخلينا برضه نتكلم عن الجانب ده يعني الابتكار في اداره الاعمال وفي المشروعات واحنا عندنا يعني ما عندنا الابتكار يعني دائما التشابه والتطابق في المشروعات وغيرها فبكون عندنا صوره واحده كده فخلينا نتكلم عن اهميه الصوره المختلفه خلينا نقول انه معظم رجال الاعمال بتاعنا اللي بيشتغلوا في الصناعات من هنا ذهنهم مربوط بأوروبا إنه أي صادر بيتعامل لأوروبا أو للخليج كده يعني الناس أفريقيا دي نحن ناسنا وده الخطأ أي سمسم لازم يمشي لإنجلترا وأوناي وهولندا وين وبتاع وأمريكا أي ما بعرف فول برضه زيت يمشي كده نحن حقه يكون رجال أعمالنا عندهم علاقات مع دول الجوار الأفريقي يعني هجي لو كل زول من ناسنا عنده وكالة في مكان ما في تشات أفريقيا الوسطى الكاميرون يوغندا جنوب السودان يوغندا مش عارف البلدان الكلوزد لاندز دي المكفولة كان ممكن جدا يساعد في الشغلانة دي أنا بهيب بأخواننا ناس أسامة داود ولا اللي عندهم عربات صح وشاحنات وابتدوا يشتغلوا بيبسيكولا وكوكوكولا بتاعتنا ابتدت يعني صح تغزو المناطق دي حقه يكون معاه شغل نعم شغل يعني انا ده اللي تكلمت عنه يعني في انه هي رياده الاعمال اصبحت يعني الطريق للاداره الاقتصاديه في كل العالم لكن احنا يعني بصراحه لانه نحن دائما بننتهج موضوع المشروعات المتشابهه دي فما بنكون عارفين الثغرات وين نحن بنشتغل عنها يعني ده اللي قصدته فيه انه التوعيه في اطار رياده الاعمال بشكل خاص كاداره اقتصاديه مؤكد والتوعية ممكن تكون برضو من مستوى الروضة لمستوى المدارس الثانوية لمستوى مستوى الجامعات حتى بعدك تجي للحتة الثانية نحن ما أظن في زول غير كون أسي أي قناة ما في قناة ذات طرقة المزالة بتاعت الملح وإنه ويمكن برا أسي بيضحكوا فينا إنه والله شو ديلا مودرين وكذا بيتكلموا في الملح والملح كلامك ده جميل جدا يا دكتور تقول لهم شنو عشان الصورة الذهنية اللي قالتها قبل شوية تيسير تغير لهم حتة الملح يعني الناس الملح ده شايفينه حاجة رخيصة حاجة ما عندها قيمة عشان الصورة تتغير بتقول لهم شنو لكل المشاهدين هو في العالم جو كان في وقت من الأوقات بالمناسبة الملح زي عملة بيعملوه في أكاس وبيتبادلوه كعملة كقروش يعني نكون دار اشتري حاجة بشيل كيس الملح بديك له وده في وقت من الأوقات الملح مادة هامة مادة صحية مادة ضرورية للحياة جسم الإنسان ده كله قائم على الامتصاص امتصاص الحاجات ما بيجي إلا عن طريق ما يعرف بالضغط الأزموزي تركيز الضغط الأزموزي اللي هو تركيز العصارات تركيز العصارات ده يا إما ملح يا 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 سكر صح. يا يعني المهم أملاح طيب احنا يا إخواننا عندنا في بلدنا إمكانية ضخمة جدا جدا غير مستقلة يلا تعالوا عشان للتانين خلونا نحن ما تاكلوه نعم ونشيل من ذهننا حكايه انا راكب ملح وانا ما بعرف انه ما لا ما راكب نعم وزي ما بقول اخونا احمد المنتج يعني مرات واحد يقول لك خلى خشمك ملح ملح بالضبط يعني نعم. معناتها انت مع انه اصلا ملح ده يعني بيقوم
جسمك الفسيولوجيا بتاعت جسمك بتتغير تبع لاحتياجاتك. عشان يبقى خشمك جوه ملح ملح معناته انت عايز لعاب كتير. نعم. عشان يا اما يغسل يا اما وهكذا يعادل بالضبط يا يعادل. عشان كده بيقوم خشمك يبقى ملح ملح عشان السوائل تجي من جسمك لخشمك. نعم. ودي بيقولوها ليه مثلا اذا في فريق مغلوب مثلا الهلال غلب المريخ والمريخ غلب الهلال يقول لك غلبكم وخلى خشمكم ملح ملح برضه استسهال بالملح؟ لا هي خلى خشمك ملح ملح بالمناسبة ده معناتها من الضغط النفسي اللي جاك اللي حصل وعشان كده خشمك بقى ملح ملح عشان يجذب سوائل عشان تعادل الأملاح الزادت أدرينالين وما بعرف شنو بتاع. المهم ده كلام طبي ما دارين نجرب فيه لكن خشمك ما بيبقى ملح ملح إلا في حالة إنه جسمك داير يعادل عدم التوازن الموجود فيه. نعم والله نحن سعدنا جدا بحضورك صباحا، شكرا جزيلا دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الاقتصادي، وكان حديث اليوم عن إدارة اقتصاديات الملح بشكل خاص. نعم. ونحن دائما بنتمنى انه يعني في حديثنا عن الاقتصاديات انه يكون الانتاج وفير بما اننا نمتلك كل هذه الموارد وانه كل السلاح تكون هي منتجة وهي حتى الاسعار في متناول الجميع، ونحن بنحييك هذا الصباح. نعم بنحييك كثير يا دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الاقتصادي، واظن بعد الكلام اللي قلناه ثاني ما في زول يقول لك راكب ملح. الله يبارك فيك يا اخي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، وننتظرك ان شاء الله الاسبوع القادم. كتر خيرك، حاضر، شكرا لك كثير. وبنحيي كل المشاهدين اللي بيتابعونا في هذه اللحظات، ودائما يعني الملح والسكر عنصرين هامين نتمنى انه احنا نستفيد منه، السودان زي ما قالت تيسير بيمتلك كل الامكانيات اللي بتاهله انه يجيب دولار من خلال الابيضين. صحيح. نعم. ونحن هننتقل للفاصل. نعم. تحيه لكل مشاهدينا، بعد الفاصل يتواصل معكم صباح الشروق. جديد مشاهدي الاعزاء، وما زلنا تواصل فغلطنا تواصل يا تيسير. صحيح. وصلنا للشروق نت. الشروق. نعم. نت مجموعة من الأخبار، في أول الأخبار في الشروق نت لليوم، فيصل نظمنا حملة واسعة لإقرار دستور جديد وقانون الانتخابات. أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب فيصل حسن إبراهيم تنظيم الحزب لحملة واسعة مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار لإقرار الدستور الجديد وقانون الانتخابات، وأكد سعي الحكومة الجاد لتحقيق السلام وتعزيزه في دارفور والمنطقتين. وقال خلال مخاطبته حفل استقبال نظمته أمانة العلاقات الآسيوية بالحزب مع سفراء الدول الآسيوية المعتمدين يوم الأحد، وجدنا الدعم والمساندة من الدول الآسيوية خلال فترة الحصار الاقتصادي، ونتطلع لتطوير العلاقات في كل المجالات السياسية والاقتصادية. وأكد فيصل التزام حزبه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أسفرت عن تسمية رئيس وزراء، ولفت إلى أن حملة جمع السلاح كانت من توصيات الحوار الوطني وتابعة من أجل تحقيق السلام في البلاد. أعلن انطلاقة الحوار الإنساني قبل المفاوضات حول المنطقتين لإصالة التدعيم والكتاب المدرسي وتدعيم الماشية. وأعرب عن أمنياته بتكامل الجهود بين حزب المؤتمر الوطني والأحزاب الحاكمة في البلاد الآسيوية، وأضاف نمضي لتنفيذ كل توصيات الحوار بعون منكم في الدول الصديقة، متمنين أن تتكامل الجهود وتتكامل كل جهودنا. وفي خبر آخر، الحكومة المواطن ما زال يكابد من آثار العقوبات. قال وزير المالية بالإنابة عبد الرحمن ضرار أن المواطن ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية في الغذاء والدواء والتعليم، وطالب المجتمع الدولي بالرفع الكامل للعقوبات بإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية. ونادى ضرار خلال لقائه بالخبير المستغل لحقوق الإنسان بمعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني، مؤكدا تأثير العقوبات على قطاعات الصحة التعليم والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية التي تشمل قطاع السكة حديد وقطاع الطيران وفقا لوكالة السودان للأنباء.
وقال إن الحكومة تبذل جهدها لتحسين معاش المواطنين ورفع مستوى معيشتهم كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها، مبينا أن نسبة 25% من موازنة العام الجاري خصصت للإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع. الجيش يؤكد ضرورة التعاون مع شاد والنيجر لضبط الحدود. أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف يوم الأحد أهمية توحيد الجهود بين السودان ودول الجوار بما يحقق الأمن والاستقرار بالقارة، مشيرا إلى توثيق الشراكات والتفاهمات مع دولتي شاد والنيجر لحماية الحدود والقضاء على الجماعات المتفلتة. ودعا عبد المعروف إلى توثيق العمل المشترك لمكافحة الجرائم العابرة وكل المهددات الأمنية، وانطلقت بوزارة الدفاع المباحثات الثلاثية بمشاركة القائد العام للقوات المسلحة الشادية الفريق أول ركن إبراهيم سعيد، ومن النيجر رئيس الأركان العام الفريق الركن أحمد محمد. وأكد القادة العسكريون خلال المباحثات عزمهم على التعاون لإنشاء الآليات المشتركة والكفيلة بتأمين الحدود المشتركة. وفي خبر آخر، ضبط متهمين يعملون على إعادة تدوير النفايات الطبية. والخبر لسونا، ألقت الشرطة القبض على 4 متهمين بإعادة تدوير النفايات الطبية البلاستيكية، وضبطت مركبة نقل كبيرة كانت تنقل مخلفات المواد الطبية من مكب نفايات بمنطقة الفتح إلى مصنع لإعادة التدوير للمواد البلاستيكية بالسوق الشعبي بأم درمان. وقالت الشرطة يوم الأحد إن معلومات توفرت لديها بمزاولة بعض المتهمين للأعمال المخالفة بمكب نفايات أم درمان شمال، وبعد المتابعة رصدت الشرطة متهمين يعملون في تجميع النفايات الطبية، قوارير دوائية وأكياس الدم الفاسد ودربات المحاليل الوريدية، إضافة إلى القساطر وأدوات الفحص وأخذ العينات والحقن والقفازات الطبية لإعادة تدويرها. وأوضحت الشرطة وفق وكالة الأنباء الرسمية أن المتهمين عقب جمعهم للمعدات الطبية البلاستيكية يعملون على فرزها والتخلص من الفضلات العالقة بها وغسلها بالماء داخل مكب النفايات وحملها على مركبة نقل. وبمتابعة الشرطة للمركبة ضبط مصنع البلاستيك الذي يعمل على إعادة التدوير بالسوق الشعبي أم درمان، وضبطت الماكينتين لإعادة تصنيع المواد البلاستيكية للأدوات المنزلية وأكياس النايلون. وألغت الشرطة القبض على سائق المركبة وثلاثة آخرين في بلاق تحت المادة 11 من قانون الصحة توطئة لتقديمهم للمحاكمة. مباشرة، إنتاج الذهب يصعد إلى 32% في الربع الأول ل 2018. صعد إنتاج الذهب بنسبة 31.7 خلال الربع الأول من العام الجاري، وأعلنت وزارة المعادن يوم الأحد أن إنتاج البلاد من الذهب ارتفع في الربع الأول من عام 2018 إلى 36.5 طن مقابل 27.7 في الفترة المقبلة أو المقابلة من 2017. وأوضحت الوزارة في تقرير صادر لها أن إيرادات الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 778.548 مليون جنيه، ما يعادل 43.25 مليون دولار. ويمثل إنتاج التعدين التقليدي للذهب نحو 88% من الإنتاج خلال الربع الأول من 2018، وبلغ حجم الإنتاج 32 طن من جملة الإنتاج الكلي. وبلغ إنتاج البلاد من الذهب خلال العام الماضي نحو 105 طن، بينما لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها للخارج. وخبر آخر، انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وبريطانيا الأسبوع الجاري. أعلنت وزارة الخارجية يوم الأحد بدء الترتيبات لانعقاد أعمال لجنة التشاور السياسي بين السودان وبريطانيا للأسبوع الجاري. وتسلم وزير الخارجية بالإنابة محمد عبد الله إدريس نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد توطئة لتقديمها لرئيس الجمهورية. وخلال لقائه بوزير الخارجية نقل السفير البريطاني الجديد تحيات وزير خارجية بلاده، وأكد وزير الخارجية تعاون الحكومة مع السفير الجديد من أجل تسهيل مهمته. واتفقت حكومتا البلدين في مارس الماضي على حزمة من البرامج والمشروعات المشتركة في مجالات تعاون مختلفة بعد اختتام الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الخرطوم. وشهدت دورة الحوار الاستراتيجي بين البلدين آنذاك لأول مرة مشاركة وفد بريطاني كبير من وزارة الخارجية من وزارات الخارجية والدفاع والتجارة والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ومسؤولي حقوق الإنسان والهجرة.
هكذا مشاهدينا نختتم أخبار الشروق نت لليوم، ودائما عبر الشروق نت مجموعة من الأخبار الصحية الثقافية السياسية والرياضية. أكيد نعم، الرياضية نحن على شوية ولا حنمشي مباشرة حنتقل للرياضة. طيب نحن حنواصل نشوف عندنا شنو ونجي راجعين عشان نتواصل مشاهدي الأعزاء. في فترة لا تقل عن عمر السكة الحديد ولدت مدينة هيا في شرقي السودان على بعد لا يقل عن 200 كيلومتر جنوبي غربي مدينة بورسودان. وبالسكة الحديد عرفت المدينة وانتعشت فيها الحياة بحراك التجارة الواردة والصادرة، لتبدأ المدينة تاريخا لا تنكره ذاكرة التواصل الاجتماعي بالسودان. العلاقة بين النيل والبحر هو ما جعل من المدينة احتمال عناصر التمازج بين أبناء الشرق والشمال لتتناقل الأفكار والتجارب كما البضائع والثروات، لمدينة تتنامى بالممارسة والتعلم والخدمة المتوارثة لعلاقة كان نتاجها السودان مترامي الأطراف. التزاوج عنصر البقاء على الأرض، وعلى البادية تكون العادات والتقاليد أكبر العناصر للتمييز بين القبائل والبيوتات، وإن كان التسامي هو السمة السائدة بمهر يحترم قدرات الجميع ويحفظ للأجيال علائق الاحترام والمودة والرحمة. هيا المدينة القديمة رغم التواضع في بنائها وإنسانها تحتضن ملامح السودان بكل تفاصيله معايشة وتجارة. القبيلة فيها لا تتجاوز عنصر المعرفة، والمنافع المتبادلة في السوق لا تتجاوز رغبة اليوم، ورغم البساطة يعيش الناس هنا رحابة في الصدر حتى وإن ضاقت الأمور في سبل كسب العيش الكريم. القبائل ومحدودية الموارد والمشكلات التي لا يخلو منها مجتمع تقليدي أو متحضر، تبرز هنا المحكمة الشعبية حفظا للمال والدماء بحثا عن مصالحات المنتصر فيها صاحب الحق والمخطئ فيها من عاد إليه الضمير حتى وإن أخذته العزة بالإثم. ستبقى المدينة رغم المعاناة والهجير خالدة في الذاكرة السودانية، فتاريخ السكة الحديد وأبو آمنة حامد رصيد في تفاصيل المدينة، وغيرهم ممن أنجبتهم المدينة حتى وإن هجروها حتما سيعود إليها البريق. حي الزميل جابر المنصوري اللي يمكن فترة طويلة والله ما تقاريره يعني ما استمتعنا بها، تقاريره جميلة. بنحييه وبنحيي كل أهلنا في ثغر السودان الباسم، ودائما نحن من خلال الصباح بتكون اللوحة الصباحية فيها الثقافات السودانية المختلفة. يعني انتقلنا لكردفان لشرق السودان، ودائما نحن من خلال الصباح بنتحدث هذا التنوع السوداني بشكل ذات السوداني ووجدان السوداني. فخلينا نمشي ونمر. نعم
نمشي مع بعض وني راجعين عشان ما نتواصل. حينما تتسلل خيوط الضوء الأولى للشمس فهو بمثابة إعلان لميلاد يوم جديد لهذه البقعة الوادعة التي تنام على ضفاف النيل. لم تكن الصدفة هي من أعلنت ميلاد هذه القرية على الجانب الغربي للنيل الأبيض، وإنما عزم الرجال الذين مضوا وأرسوا في تاريخ المنطقة سفرا يحكي عظمة الرجال، ذكريات وحكايات تمازجت فيها حقائق التاريخ لتدون في سفره العديد من البطولات لأسلاف مضوا بعد أن وضعوا اللبنة الأولى لعاصمة أكبر مجموعة سكانية ببحر أبيض. لم يكن يدر بخلدنا أننا سننقب عن تاريخ لمنطقة لم تمتد لها يد التوثيق المدون، فوجدناه محفوظا في صدور الرجال بالتواتر والعنعنة. فبداية القصة كانت عن مريمتة وغرابة الاسم، لكن خصوصية الاسم تنبئ بأن هناك من سمي عليه المكان فكان ودنمر. لم يكن التعليم النظامي حتى منتصف القرن الماضي من أولويات أهالي ودنمر آنذاك، فقد كان التعليم الديني في المسيد هو السائد حتى العام 1958، حيث بدأت المدارس بالمنطقة وانتشر التعليم بعدها. الحياة هنا رغم بساطتها إلا أنها تحكي غنى في مكوناتها الطبيعية ما بين الزراعة والرعي وبساطة المكان دون تعقيدات المدن وضجيجها. فالهدوء هو السمت الغالب للمكان، فكانت وجوه الناس تحكي تفاصيل حياتهم. مرحبا بكم، وصلنا للرياضة يا تيسير، وفي هذا الصباح عندنا مواضيع كثيرة في الرياضة. صحيح، بنحيي مباشرة محمد مصطفى تحليلا للأخبار الموجودة في الرياضة لليوم ومجموعة من أخبار عبر الشروق. مرحبا بك وصباح الخير. صباح الخير تيسير، صباح الخير معتصم، صباح الخير لكل المتابعين. مرحبا بكم. صباح الخير. لا احنا ما حنبدا، حتبدا انت. اهم الاحداث داخل السودان شنو الحدث المهم؟ بطولة الدوري الممتاز بالأمس، يعني الجمعية العمومية لنادي المريخ أو إجازة النظام الأساسي، خاصة أنه مطالب بتسليمه يوم 13 من ديسمبر القادم كحد أقصى. يمكن دي الأحداث البارزة محليا، وكل تأكيد خسارة المنتخب الوطني للناشئين بالأمس بست أهداف دون مقابل في بطولة سيكا. خلينا نبدأ بورشة النظام الأساسي للمريخ والمخرجات لهذه الورشة. طيب، يعني هي ورشة مهمة جدا، الكل يعرف انه المريخ مطالب بإجازة النظام الأساسي وتسليمه الاتحاد السوداني في موعد أقصاها 13 من ديسمبر القادم. وبالتالي المجلس المنتخب بالأمس في دار الشرطة عقد اجتماع مصغر ناقش من خلال الأجندة من جوانب قانونية لإجازة مسودة النظام الأساسي، خاصة المريخ يتطلع لعالم الاحتراف وأن يكون مؤسسة في الفترة القادمة، خاصة أن متطلبات الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المسابقات الإفريقية في الموسم القادم. وبالتالي موضوع النظام الأساسي موضوع مهم جدا ومفصلي، لكن الظروف التي يمر بها المريخ الكل يعرف الظروف الصعبة، قرار وزير الشباب والرياضة بحل المجلس، بعد ذلك إيقافه من قبل المحكمة الإدارية، والظروف الصعبة التي يعمل فيها المجلس المنتخب حاليا في عدم وجود الرئيس، للظروف الكل يعرف المتعلقة بالقانون. وبالتالي يعني غياب بالأمس الأمين العام طارق المعتصم عن هذه
الورشة يعني مخرجات كانت مبشرة نوعا ما بجائزة نظام أساسي ليقود المريخ ويكون الدستور للمريخ في الفترات القادمة. نتمنى لهم التوفيق وأن يعملوا في جو مثالي يعني يعود من جديد الاستقرار لنادي المريخ، والمهم حاليا هو إجازة النظام الأساسي. هل من حق المجلس المنتخب إقامة هذه الورشة؟ كل تأكيد هو حق أصيل للمجلس المنتخب، خاصة بعد قرار المحكمة الإدارية بإيقاف قرار السيد وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بإيقاف قراره القضاء بحل المجلس المنتخب وتعيين لجنة تسير، وبالتالي هو حق أصيل من حق المجلس المنتخب حاليا، وهو يقوم بهذا الحق لإجازة نظام أساسي قادر على قيادة المريخ في الفترة القادمة. طيب لماذا المقاطعة؟ يعني مقاطعة صراحة أنا يعني استفهامات كبيرة لهذه المقاطعة. الكل يعرف أنه النظام الأساسي نظام مهم جدا لنادي المريخ، وإن اختلفت الآراء حول المجلس المنتخب لكن إجازة النظام الأساسي أعتقد أنها تحتاج لتكاتف جميع أهل المريخ حتى المعارضين لإجازة النظام الأساسي والخروج بالمريخ إلى برا الأمان. صراحة مقاطعة غير مبررة من قبل الإعلاميين وحتى من قبل لجنة التسيير لهذه الجمعية العمومية الخاصة بإجازة النظام الأساسي لنادي المريخ. صراحة أنا كنت أتمنى أن يلتف جميع ألوان الطيف المريخية في هذا الجمعية العمومية بالأمس لإجازة النظام الأساسي. صراحة أجواء صعبة يعمل فيها المجلس المنتخب حول إجازة النظام الأساسي. صحيح، نبقى في نادي المريخ والميران استعدادا للوكرتا. السكرتة طيب بالأمس عنده مباراة كانت أمام الجوليف كسبها بهدفين في إطار استعداداته للمباراة المهمة أمام حي العرب بورسودان، مباراة صعبة خاصة أنه المريخ والناظر لمشواره في بطولة الدوري الممتاز. في المباريات السابقة كان تعادل أمام حي الوادي نيالة بهدفين لكل، وبعد ذلك كان تعادل أيضا مخيب للآمال أو مريخ نيالة عفوا، وبعد ذلك تعادل كان مخيب أيضا للآمال أمام وتهاشم سنار في بطولة الدوري الممتاز سلبيا، وبالتالي آخر مبارتين المريخ لم يتذوق طعم الانتصار. نعم حاليا هو في صدارة المجموعة الثانية لكن مباراة صعبة أمام فريق حي العرب بورسودان في بورسودان، الكل يعرف صعوبة هذه المباراة بالنسبة للمريخ للمواصلة في صدارة المجموعة والتأهل إلى دوري النخبة بأريحية كبيرة. ظروف صعبة يمر بها المريخ حاليا خاصة من الناحية الإدارية وحتى من ناحية فريق الكرة، في آخر مبارتين لم يتسوق الانتصار في بطولة الدوري الممتاز. نعم، الحديث عن نادي سعودي يطلب محمد عبد الرحمن، يعني يمكن هل بتفتكر أنه كونه النادي يطلب لاعب هل ده بيقدح في المجلس الموجود مثلا؟ ابدا، يعني اعتقد انه تالق محمد عبد الرحمن بعد عودته من الاصابه هو السبب الاساسي وراء هذا العرض المقدم من الدوري السعودي. محمد عبد الرحمن من ابرز المهاجمين حاليا في كره القدم السودانيه، واحترافه خارجيا اعتقد انه يعني شيء طبيعي لما يقدم هذا اللاعب من مستويات ممتازه داخل ارضيه الميدان على قرار السمان الصاوي واحترافه في الاتحاد الليبي. محمد الطيب من اهم العناصر في نادي المريخ، وان كان العرض مغري ومجزي من الناحيه الماديه بالنسبه لمجلس نادي المريخ بامكان ان يتيح الفرصه للاعب محمد عبد الرحمن للاحتراف في الدوري السعودي. نتحدث ايضا في اخبار المريخ عن المريخ يكسب الجريف بثنائيه، مباراه تحضيريه بالامس في اطار استعداداته لمواجهه حي العرب بورسودان في بطوله الدوري الممتاز. هي فرصه كانت لعبد المجيد جعفر مدرب الفريق لإتاحة الفرصه لعدد من العناصر بغرض التجهيز للمباراه المهمه أمام حي العرب بورسودان في بطولة الدوري الممتاز، وبالتالي الانتصار بهدفين ربما أعطى انطباع جيد للمدرب وللجمهور بأنه المريخ جاهز للمباراة القادمة أمام حي العرب بورسودان في بطولة الدوري الممتاز. هل بتفتكر الضغط الإعلامي على المريخ أو على مجلس المريخ في إعارة اللاعب أو شطب اللاعب للفريق السعودي قد تسبب مشكلة للمجلس ويفكر مرتين ثلاثة، خاصة أنه إذا وضعنا في الاعتبار إعارة السماني وجد جدل واسع، هل ممكن تشكل عقبة؟ وربما يكون القرار الأول في يد المدرب عبد المجيد جعفر، هل هو بحاجة إلى محمد عبد الرحمن لأن يكون حاضر في المريخ في الفترة القادمة، خاصة المريخ مجابه باستحقاقات كبيرة على مستوى كأس السودان وعلى مستوى بطولة الدوري الممتاز والبطولة العربية، وجود عنصر مهم جدا كمحمد عبد الرحمن في خط الهجوم أعتقد المريخ بحاجة إلى هذا اللاعب. لكن إن كان العرض المادي كبير في ظل الصعوبات المادية الموجودة حاليا في
نادي المريخ، اعتقد بامكان المريخ ان يترك اللاعب يحترف في الدوري السعودي، وذلك من اجل الفائده العامه والعوده. رغم ضغط الاعلام؟ رغم ضغط الاعلام، يعني المصلحه العامه بنادي المريخ تقتضي توفر السيوله الماديه، هو يعني ربما يذهب بشكل اعاره وربما تكون هذه فائده كبيره بنادي المريخ ان يجدد التعاقد المريخ مع اللاعب لفتره قادمه وان يعيره الى الدوري السعودي، اعتقد هي او يعتقد انه حل مناسب لكل الاطراف. عنوان اخر، المريخ الفاشر لمقابله السلاطين. مريخ نيال ومريخ الفاشر مباراة مهمة اليوم في بطولة الدوري الممتاز. مريخ الفاشر في المركز الثاني 20 نقطة، مريخ نيال 10 نقاط في المراكز الأخيرة. أعتقد الطموحات مختلفة بالنسبة للفريقين. مريخ الفاشر يسعى لأن يكون حاضر في دوري النخبة بنهاية دوري المجموعتين للدوري الممتاز، وبالتالي في حال انتصاره في هذه المباراة ضمن بكل تأكيد المشاركة في دوري النخبة بعد موسم كان كارثي الموسم الماضي لمريخ الفاشر، وكان قريب من الهبوط لولا مباراة سنتر ليج البقاء هبوط امام النضال النهود، وبالتالي نجح في البقاء في بطوله الدوري الممتاز. الان يتطلع المشاركه افريقيا رفقه المدرب محسن السيد، والمباراه السابقه كانت بالنسبه للمريخ الفاشر صعبه جدا، خساره بخماسيه امام الاهلي الشندي. اعتقد يتطلع في هذه المباراه لمحور الصوره السلبيه التي ظهر بها امام الاهلي الشندي. مريخ نيال اعتقد لا يوجد لديه اي حظوظ في التاهل لدوري النخبه، وبالتالي ربما يلعب هذه المباراه دون اي ضغوط وان يكون حاضر في دوري العشره بعد نهايه هذه المرحله. 10 نقاط لمريخ نيال و 20 نقطة لمريخ الفاشر، فوارق كبيرة بين الفريقين هذا الموسم. هلال كادوغلي بيقدم مستويات جيدة في هذا الموسم. يعني هلال كادوغلي بالأمس مباراة كبيرة أمام الأهلي عطبرة فاز بأربع أهداف مقابل هدفين، انتصار كان مهم جدا، رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، والمركز الرابع حافظ عليه بعد نهاية دوري المجموعات، سيشارك بطبيعة الحال في دوري النخبة، وهذا ما يتمناه فريق هلال كادوغلي. الأهلي عطبرة فقد حظوظه تماما بعد هذه المباراة، 8 نقاط في المركز الأخير للمجموعة الثانية، وبالتالي سيشارك في دوري العشرة لتفادي الهبوط من بطولة الدوري الممتاز. ده كان مخيب للآمال بالنسبة لفريق الأهلي عطبر، لكن حي الوادي أو عفوا هلال كادوغلي يقدم مستويات ممتازة، وأكبر دليل الانتصار الكبير على فريق الأهلي عطبر بأربع أهداف مقابل هدفين في استاد النهود. نتحدث أيضا عن لقاء اليوم، الهلال شرطة القذارف. لقاء مهم جدا او بنشوط التاهل لدوري المجموعات في البطوله الكونفدراليه بالنسبه لفريق الهلال. الهلال وقع في مجموعه صعبه جدا، نهضه بركان المغربي، المصري البورسعيدي، دوسونغو الموزمبيقي، وبالتالي عليه التجهيز جيدا لهذه البطوله من بوابه الدوري الممتاز، لكن المباراه لن تكون سهله باي حال من الاحوال اليوم. الشرطه القذارف الكل يعرف مدربه السابق والذي صعد به الى بطوله الدوري الممتاز محمد الطيب، وهو حاليا في الكابينه الفنيه بالنسبه لنادي الهلال، وبالتالي هي مباراه عاطفيه بالنسبة لمدرب الهلال أمام جماهيره السابقة فريق الشرطة في القذارف. فريق الشرطة القذارف 13 نقطة في المركز السادس، يتطلع لأن يكسب نقاط هذه المباراة ليكون قريب من الأندية المعنية بالتأهل لدوري النخبة. الهلال في المركز الثاني 20 نقطة خلف الخرطوم الوطني 21 نقطة، انتصاره في هذه المباراة يعني ضمنيا عودته إلى المركز الأول وسيطرته على المجموعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز، وبالتالي مباراة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال. الشرطة القذارف متطلع لأداء مباراة كبيرة أمام الهلال اليوم، والهلال يسعى لإثبات نفسه أنه الرقم الصعب في هذه المجموعة وتأهله لدوري المجموعات في البطولة الكونفدرالية، لإثبات نفسه أنه الأقوى حاليا في بطولة الدوري الممتاز، خاصة أنه حامل اللقب في النسخة الماضية. التدريب في الهلال يعني يمكن معظم أندية السودانية، ولكن في الهلال كثرة الإبدال والإحلال. الهلال يتفاوض مع النبيل الكوكي، يعني صراحة استفهامات كبيرة جدا في ملف التدريب في نادي الهلال. المدرب فارياس لم يأخذ الوقت الكافي أقيل، بعد ذلك أمسك بالزموم الفنية محمد الطيب، يقدم في مستويات حالية ممتازة، تأهل لدوري المجموعات في البطولة الكونفدرالية بعد التحول من الأبطال إلى الكونفدرالية. نعم التأهل كان صعب بالخسارة أمام فريق إيكوا يونايتد النيجيري بثلاث أهداف مقابل هدف، لكن المهم هو بالنسبة للهلال كان أن يصل إلى مرحلة المجموعات، هي مرحلة استراتيجية. الهلال بإمكانه إضافة بعض العناصر في مرحلة المجموعات بعد فترة التسجيلات التكميلية، وبالتالي في حال استمرار محمد الطيب اعتقد انه بامكانه ان يقدم الاداء المطلوب ان يتاهل لدوري الثمانيه، وبعد ذلك يفكر خطوه بخطوه نحو الوصول الى مراحل متقدمه في البطوله الكونفدراليه. تحدث ايضا عن تعادل النمور والفرسان.
بالامس في استاد الخرطوم الاهلي الخرطوم استضاف الاهلي شندي، الفارق ايضا كبيره بين الفريقين، يعني الاشراق الوحيده للاهلي الخرطوم هذا الموسم انتصار كان على المريخ العاصمي بهدف، لكن بعد ذلك انحسر تماما، لم يقدم المستويات المطلوبه. بالامس تعادل سلبيا امام الاهلي شندي وارتفع برصيده الى 11 نقطه، اعتقد ان 11 نقطه لن تؤهل الاهلي الخرطوم باي حال من الاحوال الى دوري النخبه. بالمقابل يعني الاهلي شندي بعد قدوم المدرب البرازيلي هيرو ريكاردو يقدم مستويات ممتازه، تعادل جعله ب 19 نقطه في المركز الثالث، وهذا المركز يؤهل بطبيعه الحال الى المشاركه في دوري النخبه. وقبل ذلك كان مباراه كبيره بالنسبه للاهلي شندي امام المتصدر مريخ الفاشر، واستطاع ان ينتصر فيها بخمس اهداف دون مقابل، اثبت انه احد الارقام الصعبه في هذه المجموعه، وفي حال وصوله الى دوري النخبه وهذا امر متوقع الاهلي شندي سيكون رقم صعب، خاصه انه مستقر من الناحيه الفنيه رفقه المدرب هيرو ريكاردو، يعلم تماما بالامور الفنيه في نادي الاهلي شندي ودربه في الموسم الماضي وقدم مستويات ممتازه صراحه حاليا الاهلي شندي، ويعني احد الارقام الصعبه في المجموعه الثانيه. اذا تحدثنا عن المنتخب الوطني للناشئين، يعني الحديث عن مجامله المشاركه، الحديث عن عدم الاعداد والاستعداد، وهزائم ثلاثيه وسداسيه. طيب مباراتين بالنسبة لمنتخبنا الوطني للناشئين في بوروندي في بطولة سيكافا، خسارة أولى كانت أمام يوغندا بثلاث أهداف، بالأمس خسارة أمام تنزانيا بست أهداف دون مقابل، أعتقد أنه الهزائم كانت متوقعة إذا نظرنا إلى الكيفية التي اختير بها منتخب الناشئين، لا يوجد نشاط ثابت في السودان يعني بهذه المرحلة مرحلة الناشئين، وبالتالي الاختيار كان عشوائيا، 600 لاعب تقريبا يعني تصفوا إلى 30 لاعب شاركوا في بطولة سيكافا، وبالتالي كانت المشاركة من أجل الاحتكاك، الكل يعرف أنه لم ننتظر أن يتقدم المنتخب الوطني للناشئين في بطولة سيكافا، لكن كنا نتمنى أن يكون الأداء أفضل من ذلك. خسارة كانت أمام يوغندا بثلاث أهداف، وبالأمس خسارة أمام تنزانيا بست أهداف، أنهت مشوار منتخبنا الوطني من مرحلة المجموعات بعد إبعاد المنتخب الزنزباري لعدم موافقة الأعمار الأصلية بالنسبة للاعبين في هذه البطولة، لكن على الاتحاد السوداني حاليا تقييم المشاركة أن يسعى لإيجاد منافسة للناشئين منتظمة تستفيد منها المنتخبات الوطنية، خاصة الكل يعرف أنه استحقاقات مهمة على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى تصفيات كأس العالم بالنسبة للناشئين. أيضا خبر عن الهلال وملاقاته للمصري البورسعيدي، لكن خلينا نتحدث عموما عن هذه المجموعة، وكثير من الناس قد يكون الجدل ما بين صعوبة أو سهولة المجموعة للهلال. طيب أنا أعتقد أن الصعوبة بالنسبة للهلال في هذه المجموعة أنه حيبدأ مبارياته في المجموعة خارج الأرض وحينهي خارج الأرض وأمام المدارس العربية، الكل يعرف معاناة الأندية السودانية أمام المدارس العربية، حيبدأ مشواره أمام نهضة بركان المغربي في المغرب وحينهي مشواره أمام البصر البورسعيدي في بورسعيد في مصر، وبالتالي نتائج المباراة الأولى والأخيرة ربما تكون مؤثرة بشكل كبير جدا بالنسبة للهلال. لو كانت المباراة الأخيرة والأولى في أرض الهلال أعتقد أنه كان بإمكانه أن يتأهل بأريحية كبيرة عن هذه المجموعة. كرة القدم المغربية إذا تحدثنا عن المدارس حاليا المشاركة في دوري المجموعات تحديدا في المجموعة الثانية للهلال، مدارس عريقة بشكل كبير، نهضة بركان المغربي ليس من الأسماء الكبيرة في المغرب، لكن كرة القدم المغربية بشكل عام هي متطورة في الفترة الأخيرة، الوداد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، المنتخب المغربي للمحليين استطاع أن يفوز بكأس الأمم الإفريقية للمحليين، المغرب قدمت ملف لترشيح استضافة كأس العالم 2026، وأمس الأول كان وفد الاتحاد الدولي بقيادة جاني بلتينو رئيس الاتحاد الدولي حاضر في المغرب وشهد بملف المغرب استضافة كأس العالم، وبالتالي المغرب أيضا نظمت كأس العالم للأندية في عدة مناسبات وكأس الأمم الإفريقية، وبالتالي كرة القدم المغربية متطورة كثيرا عن كرتنا السودانية، وهذا ما يتوقع أن نهضة بركان المغرب يكون أحد الأندية المنافسة للتأهل في هذه المجموعة. في حال خروج الهلال بنقطة من مباراة الأولى في المغرب أعتقد بإمكانه أن يتأهل من هذه المجموعة، خاصة من ناحية الأسماء، الهلال هو الاسم البارز في هذه المجموعة، عنده خبرة كبيرة جدا كان في المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، أيضا المدرسة المصرية الكل يعرف الهيمنة الكبيرة لهذه المدرسة على مستوى دوري أبطال إفريقيا بقيادة الأهلي المصري والزمالك المصري في سنوات سابقة، وحاليا المنتخب المغربي والمنتخب المصري في نهاية
كأس العالم. هذا ما يعطي انطباع أنه الدوري المصري تطور كثيرا وأصبح حاليا اللاعبين المصريين يقدموا مستويات ممتازة في الدوريات الأوروبية، والتطلع على اللاعبين المصريين بشكل عام أصبح من الدوري المصري إلى أوروبا مباشرة كشافين الأندية الأوروبية، أصبح الدوري المصري منجم ذهب بالنسبة لهم، وبالتالي المصري البورسعيدي عنده الطموح، عنده الرغبة لإثبات نفسه في هذه المجموعة. دوسونغ الموزمبيقي شاهدناها من فريق هلال الأبيض، استطاع أن يقصى فريق هلال الأبيض بالفوز ذهابا بثلاث أهداف مقابل هدف، والخسارة إيابا في قلعة شيكان بهدفين مقابل هدف، وبالتالي تأهل لهذه المرحلة في دوري المجموعات. وبالتالي جميع الفرق الموجودة حاليا متطلعة لأداء مستوى ممتاز في دوري المجموعات. التأهل للهلال لن يكون سهل بأي حال من الأحوال، لكن الهلال مصنف أولا في هذه المجموعة، وعليه أن يلعب بهذا الاسم وبهذا التصنيف وأن يفرض شخصيته أمام الأندية المغربية وأمام الأندية المصرية وكذلك الموزمبيقية. صحيح، ويمكن في حديث التصنيف دائما الناس بتحدث عن تاريخ الهلال وغيرها، ونحن الآن بنتحدث في وسط هذه الأندية عن التاريخ بالنسبة للهلال، ولكن يبقى السؤال ما يحتاج الهلال يكون مميز من خلال هذه المجموعة. أعتقد عليه التركيز في الجوانب الدفاعية أولا، إضافة بعض العناصر، أن يستفيد الهلال من بطولة الدوري الممتاز لتجهيز العناصر المشاركة في البطولة الإفريقية، لكن خبرة الهلال ربما تلعب دور كبير جدا في تخطي هذه المجموعة. نتمنى له التوفيق، لمحمد الطيب بطبيعة الحال التوفيق في مشواره مع الهلال في دوري المجموعات البطولة الكونفدرالية. طيب نحن بنتواصل، ويمكن من الأشياء المهمة جدا نتكلم عن اللاعب المصري صلاح. بالأمس كان هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي صراحة، يعني محمد صلاح فرض نفسه بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز. الكرة رشحها في بداية هذا الموسم كيفن دي بروين اللاعب البلجيكي في صفوف مانشستر سيتي للتتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه كان متألق في وسط فريق مانشستر سيتي وقدم مستويات ممتازة. محمد صلاح يعني 31 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حاليا في صدارة الهدافين، بإمكانه أن يعزز هذا الرقم القياسي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، واصل بليفربول إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب منذ 2008. ليفربول لم يصل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. أيضا محمد صلاح ضمنيا ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم لرفقة ليفربول. اللاعب المصري صراحة استحق أن يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنها جائزة فردية، ومحمد صلاح من الناحية الفردية قدم مستويات ممتازة. أعتقد في حال تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بإمكانه ينافس بشكل كبير جدا على الكرة الذهبية. كل التوفيق لمحمد صلاح، هو سادس لاعب من ليفربول يتوج بهذه الجائزة، آخرهم كان لويس سواريز في موسم 2014، وقبله 2006 قائد ليفربول التاريخي ستيفن جيرارد. محمد صلاح حاليا يتطلع للمضي قدما في دوري أبطال أوروبا، عنده مباراة مهمة جدا غدا على ملعب أنفيلد رود، واعتقد بمعنويات كبيرة بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كثاني لاعب عربي بعد رياض محرز حينما توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأداء مباراة كبيرة أمام روما الفريق السابق، وأن يحقق النتيجة الإيجابية وسجل الأهداف لما لا للوصول إلى المباراة النهائية في كييف العاصمة الأوكرانية والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة رفقة ليفربول. أعتقد في حال تتويج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا سيصعد إلى كأس العالم بمعنويات كبيرة ويقدم المستوى المطلوب رفقة الفراعنة في كأس العالم. صحيح، وأيضا في انتقالنا للرياضة العالمية يمكن هي دوريات مختلفة، ولكن بما أننا بدأنا بالدور الإنجليزي فخلينا نتحدث في يعني المباريات المختلفة والنتائج. طيب بالأمس كانت مباراة احتفالية بالنسبة لمانشستر سيتي، استضاف سوانزي سيتي بخماسية، استطاع أن يفوز بهذه المباراة 5 أهداف دون مقابل تألق كيفن دي بروين، ويعني بعد أن حسم اللقب لمانشستر سيتي أعتقد أنه حاليا مانشستر سيتي يستمتع بمباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز الأرقام القياسية ولزيادة عدد الأهداف. بالأمس كان رقم قياسي 1015 تمريرة في مباراة واحدة بالنسبة لمانشستر سيتي، لم يحصل ذلك في تاريخ البريمير ليج من قبل، وبالتالي يعني الاستحواذ والسيطرة رفقة بيب جوارديولا أعتقد تجلت في أفضل مستويات حاليا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر سيتي حقق لقبه السادس في البريمير ليج، وباعتقادي أنه بإمكانه أن يسيطر لسنوات قادمة. كأس الاتحاد الإنجليزي بالأمس تشيلسي تأهل المباراة النهائية بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين لمواجهة فريق مانشستر يونايتد في نهاية 19 من مايو القادم، ومانشستر يونايتد تأهل المباراة النهائية بعد فوزه
أمس الأول على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف نهائي كلاسيكي في كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد. بعد سؤال زميلة تيسير عن الدوري الإنجليزي نكون وصلنا لختام حلقة هذا الصباح من صباح الشروق. شكرا كثير زميل محمد مصطفى. شكرا معتصم. شكرا تيسير وشكرا لكم المتابعة. شكرا لك. ودائما معتصم هي مختلفة من خلال الصباح ومواد مختلفة تقدم هي في الحديث عن الثقافة والاقتصاد والموروث الثقافي والنبض الصباحي في مختلف مساحات من السودان. وأكيد الناس يعني يمكن منتظرين أحلى الأهداف في هذا الصباح يا تيسير ما قدمناه في بداية الحلقة ولكن هنقدمها الآن في نهاية هذه الفقرة. نتابع أحلى الأهداف ثم نعود. تحية الصباح لكل أصدقاء الصباح وبنحيي بشكل خاص محتصم كل نعم. البراسلونة عبر صفحة برنامج صباح الشروق على فيسبوك ودائما كل مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عندها يعني بصمات إعلامية ممكن تكون هي السوشيال ميديا الآن أصبحت المحركة للحدث عموما ودائما بيتكلم كمان عن أثر المجتمعي تأثيرها حتى على الحكومات. صحيح. تأثيرها كبير وعظيم. تيسير أنت ناشطة في المواقع؟ والله هو عموما الناس اللي بتحب الكتابه فناشطه فيسبوك زي كده يا محتصم. نعم نعم. فعموما هو السودانيين فيسبوك هو طبعا متصدر عموما وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه. هي تيسير خط دفاع بالمناسبه يعني انا عندي معاه تجربه كبيره جدا يعني وسائل التواصل الاجتماعي خط دفاع للشخص صاحب الصفحه لكن دائما بيقول انه يعني سلاح ذو حدين. نعم. فاهميه انه الناس تستخدمه بالحد الايجابي. نعم. هي دي المهمه ونحن حنشاهد تقرير عن اثر هذه الوسائل على المجتمع. أسرج السودانيون حواسيبهم وأشرعوا هواتفهم وحشدوا فكرهم وتنادوا من كل فج عبر المجتمعات الإسفيرية فكان التلاقع السوداني عقد نضيد يزين العالم الافتراضي فالتباين في السحنات واللهجات أكسبهم تفردا وتميزا إلا أن الحميمية والنزاهة والرحمة والشجاعة شيم وقيم ارتبطت بهم حيثما حلوا وارتحلوا. جاءت هذه المواقع للتعضد هذه القيم السودانية النبيلة والحمد لله سبحانه وتعالى جعلتنا نتواصل مع أهلنا ومع أبنائنا وأولاد السودان داخل وخارج السودان لذلك خلقت نوع من الترابط الكبير جدا ودعم مبادرات كبيرة جدا قامت يعني تضاهي المشاريع الحكومية هذا بالإضافة إلى أنك أنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كفرد تستطيع أن تسوق لخبراتك تستطيع أن تسوق لمهاراتك تستطيع أن تكتسب معارف. مصائب الحياة وضيق العيش وتكالب الأمم لم تفرق قصعة السودانيين التي امتزجت بموروث تليد وحاضر تعاظمت فيه التحديات واتسعت فيه المنابر. شبكة التواصل الاجتماعي قدمت خدمة كبيرة جدا جدا في المجال الاقتصادي يعني أنت أصبح أي حاجة في متناول يدك عايز تعرف الأسعار عايز تبيع عايز تشتري عايز تعرف حتى تحليلات لمنتج معين يعني بسهولة انت كان بيبقى ممكن انك تصل لأي معلومة في الزمن اللي انت عايزه يعني دي من أكبر الخدمات اللي قدمتها التطبيقات المختلفة وفي السودان هنا شهدت ظهور عديد من الخدمات اللي لقت رواج ونجحت نجاح كبير جدا في مجال المواصلات في مجال الأسواق في مجال الاستشارات والخدمات الأخرى فإذا نحن بنقول إنه الجانب الاقتصادي في السودان قدر يستفيد من شبكات التواصل الاجتماعي استفادة كبيرة جدا جدا ولسه يعني إحنا شايفين كل يوم بتظهر خدمات جديدة بتظهر أشياء جديدة. مواقع التواصل الاجتماعي يعني نجاحاتها بتطغى على سلبياتها بالذات في الشان الرياضي نحن زمان عشان نشوف خبر رياضي تسجيل او شطب كنا بننتظر لحد الساعة 3 الساعة 4 الناس تمشي الاتحاد العام تنتظر تفتح الرادي عشان يجيك خبر بتاع تسجيل او شطب نحن الليلة يعني انت بتصحى من الصباح بتفتح تلفونك اخبار الصحف منشطات رياضية تصريحات لرؤساء أندية أخبار التسجيل حتى بصور مرفقة بالصور ومرفقة بالأحداث غير كده أضيف لك كده إنه زمان أنت عشان تعرف موعد مباريات سواء عالمية أو محلية بتعاني
سقطت الجذور واشتد الصراع الفكري والقيمي عبر وسائل حديثة انسربت سريعا في المجتمعات، لعل أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مواقع التواصل الاجتماعي عامة فيها الإيجابي وفيها السلبي، وده يعني في ناس بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كأنها عايزة تتشفى من بعض، وفي ناس بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كأنها يعني مثلا عايزة، في ناس بيستخدموها على أساس إنها عايزة تنشر سلع كويس تستفيد منها، في خاصة النساء بتستفيد منها في حاجات كثيرة، يعني بس قصرت لها المسافات عن السوق وكده. كل أصدقائك ومعارفك البعيدين عنك أنت بتكون متواصل معاهم أكثر من أهلك المتواجد معاهم في الأسرة، وقللت من التفاعل الإنساني وجها لوجه، بحيث أنك أنت حتى ممكن تفقد لغة المحادثة أو لغة المخاطبة. ليه؟ ممكن أبوك أو أخوك يكون قاعد جنبك أنت ما متواصل معه. ليه؟ السوشيال ميديا ماخذة وقتنا كله يعني، وقربت البعيد وبعدت القريب. تسارع مستمر ومعارك مستعرة وفضاءات أنشأها الغرب واستدرج لها منافسيه، فأحدث فارقا وحقق مآرب ظاهرة وباطنة. فهل ستنعتق مجتمعاتنا أم ستخوض مع الخائضين؟ عمار عثمان محجوب، الخرطوم. تابعنا التقرير مع الزميل عمار، ونحن بنحيي كل المشاهدين اللي تابعونا في هذا الصباح، وحتى نلتقي في صباح جديد تيسير. تحية لكل مشاهدي نعم. صباح الشروق، ودائما نتمنى أنه صباح الشروق يكون بداية موفقة ليوم موفق للجميع. لكل الفاتكم مشاهدة هذه الحلقة، بإمكانكم مشاهدة هذه الحلقة ومختلف حلقات صباح الشروق على يوتيوب. هذه تحياتنا وفريق العمل، في أمان الله.